سعدت جدا ان انا اتكلمت معاكم النهارده، ودلوقتي انا هحاول الاسئله بتاعتكم اللي انتوا حطيتوها هجاوبكم عليها. الاستاذ مجدي راضي لقى، اهلا بيك يا استاذ مجدي، بيقول لي هل سيتم اخذ اجراءات جديه وحاسمه بخصوص كل هذه القضايا وظلم الاقباط ومن هم في السجون، ابرياء مثال جرجس بارومي ورامي وغيرهم، وقتل الشباب بالجيش للهوية المسيحية، وفي أقسام الشرطة وعدم اعتنائهم وظائف درجات بسبب الدين وتدخلهم الآن في أمور الكنيسة وبناء الكنائس؟ سؤال جميل يا أستاذ مجدي، بس أنا بقول لك كده، البقرة لما بتتفرد بتكر، البقرة لما بتعمل لها كده بتكر وبتنزل، يعني أنت عندك سلم طويل وعملت بقرة كده بتكر، فكله بيجر بعضه. ثق تماما إن كله هيتحسن، وعندي ايمان كامل وثقه في الله اولا اني ان شاء الله في حاجات كتير هتتغير، وفي حاجات كتير للخير، وفي حاجات كتير للخير المسلم والمسيحي والبهائي والايزيدي وحتى الملحد هتتم على ارض مصر من خلال بوتقه حقوق الانسان العالميه. وفي كل القضايا، عشان ما نمسكش تفصيليا يعني، كل قضايا الظلم هيتم النظر فيها، هيتم النظر فيها. الأستاذة ريري هاني بتقول لي دكتور حضرتك اتفرجت على مكالمة لتوادرس للست سعاد الفاضلة بمساعدة الأسد الأنبا مكاريوس، قال يعني تواضروس بيطيب خاطرها لحفظ ماء الوجه بعد عدم مقابلته ليها من مدة، وهو من أساقفة المطبلاتية أسد بقى. أنا طبعا أنا بقرأ التعليق زي ما مكتوب لي مع حفظ الألقاب، أنا بسمي معالي يعني. انا طبعا المكالمه دي ما عجبتنيش ابدا، بدون روح يعني، المكالمه من البابا للسيده سعاد كانت بدون روح، بدون ما فيهاش روح. انا كان يهمني قوي ان الست دي يتم تكريمها، يعني اوسخ حاجه في الدنيا ان الكاتدرائيه تكرم هذا الرجل الانس الفقي ده، اللي هو يعني كان مهندس في مذبحه دسبيرو، كان انسان فاسد، وتكرموا مع ان هو مسؤول مباشر عن كذبه كبيره في مذبحه بسميله، يتم تكريمه في الكاتدرائيه. كان اولى كتير ان واحده زي سعاد ثابت يتعمل لها تكريم في المطرانيه، ده اولى بكتير قوي. كان اولى ان البابا يعلن ان هذا الحكم لا يرضيه، مش يطلع يقول لي لا تعقيب على احكام القضاء، سلامتها ام حسن على العين وعلى الحسن، سلامتها ام حسن على العين وعلى الحسن. المكالمة ما كانش فيها روح، زي كل كده كلام وما فيهوش روح، ما فيهوش معنى وملوش طعم. آسف في الكلام ده، أنا في ناس بتتضايق منه، أنا معلش أنا ما برافقش حد. ما بيهمنيش أي حد. الأستاذة ريري هاني بتقول لي أعلم إن برنامجك في الصميم، ويا ريت في كل حلقة نبذة عن المنحرف تواضروس وشلته، لأن ده واجب على كل أمين في حق الإيمان وفتح الهراطقة الذين أولهم تواضروس. شوفي أنا هقول لك حاجة. في مجمع مقدس، في أساقفة اهي بتعترض، انا ما بحبش اتكلم عنه، ما بحبش اتكلم عن الحاجات بتاعته. ليه؟ انا اتكلمت ساعة ما كانش في حد بيتكلم، ولفت النظر ساعة ما فيش حد كان بيتكلم، وفي ناس تانية غيري انا طبعا، مش انا بس اللي لفت النظر، ده في ناس وفي قنوات اتكلمت ولفتت النظر وليهم كل شكر ولفتوا النظر. لكن دلوقتي الناس كلها بتتكلم، خلاص الناس ابتدت توعى بتتكلم، وفي أساقفة بتتكلم، والشعب بيتكلم، والشعب رافض. ما بحبش ألغ، ما بحبش ألغ وأكتر كتير، بتكلم في المهم اللي يجيب ثمر، يجيب ثمر للمجتمع المصري ككل. شكرا أستاذ زريري. أستاذ معوض زكي بيقول لي هل أمريكا في ظل حكم بايدن ستتخذ خطوات تجاه مصر على خلفية خطوة البرلمان الأوروبي الذي قام بفرض عقوبات على مصر بسبب حقوق الإنسان أم لا؟ طبعا ما هو واضح ان برنامج بايدن ايه؟ ده انت عندك لما ابتداها ترامب، هو ابتدى مع اعضاء الكونجرس يقول لك هحجز 250 مليون دولار عشان كذا، وهحجز بعديها 50 مليون عشان كذا، وبرنامج حقوق الانسان والتقدم في البرنامج وحقوق الاقليات. لا طبعا طبعا نمشي الامور، وبايدن هيبقى اكتر، احنا ما نعرفش ايا كان، سواء بايدن او ترامب اللي هيجي، الاثنين هيمشوا في موضوع حقوق الانسان ده، لان في تغيير دلوقتي، في تغيير مطلوب. الاستاذ اسحاق حنا بيقول لي اي سبورت يو، شكرا استاذ اسحاق.
استاذ اسحاق بيقول لي مفيش بايدن، الرئيس ترامب ومن خلفه الامريكان سيفضحون التزوير وبايدن هيخش السجن. anyway يا استاذ اسحاق anyway، سواء ده او ده بقول لك الامور هتتغير، سواء ده اللي هيجي او ده. وانا بقول برضو دايما عشان ما نخافش، سواء ده اللي هيجي او ده اللي هيجي، الله الاب ضابط الكل. احنا بنضع ثقتنا في الله، ما بنخافش من بشر، ملعون من يتكل على زرع بشر. الاستاذ نبيل ابراهيم بيقول هل تاخذ الحكومه العقوبات الاقتصاديه بجديه، وهل تستجيب لتحسين سمعتها؟ هيحصل، مش بمزاجها. ما انت بتعضني من ايدي اللي بتوجعني، انت بتعضني من ايدي الفلوس دي اساسا بياخدها النظام، الشعب ما بيستفادش منها، فالمورد ده خلاص راح، فمضطرين طبعا. بيادي لا بيادي عمرو. الاستاذ نبيل ابراهيم تاني بيقول الاقباط مواطنين يحبون مصر النخاع، ولكن لا ليس لهم اي حظ مع الحكام المسلمين من بعد ثوره يوليو، ثوره العسكر. بتفق معك، وان كنت اؤكد اني حاليا أسوأ من العصور السابقه. استاذ نبيل، استاذ حسني عبده اخنوخ جبرائيل بيقول لي احنا ماشيين في الطريق الصح ولا الطريق الغلط، وليه الجرائم في العصر الحديث لا يتم محاسبه مرتكبيها، ومن هو مرتكبيها؟ معلش، في نظام دولي ليه مصالح، ولما بيجي رئيس دولة يحقق لهم مصالحهم بيتغاضوا عن المظالم لغاية مصالحهم ما تتم، لغاية ما يصابوا بضرر ما زي مصاب روجيني مثلا أو غيره، ساعتها بيستفيقوا ويحس انه في خطر، والخطر ده لازم وشكلهم برضائهم عن واحد يقول لك دكتاتور المفضل، يعني اعتراف ان ده دكتاتور، والتاني يقول لك مش عارف ايه، والتاني لا، بيصحوا ان دي تعتبر وصمه عار في حقهم انهم يتغاضوا عن ملف زي ملف حقوق الانسان. ففي تغيير طبعا جاي جاي. استاذ حسني عبده اخنوخ جبرائيل بيقول لي وايه راي حضرتك رجل اعمال بيلبس شماس ومزور عقود خاصه ومزور العقود الخاصه بي وفصلني من العمل وانا من ضمن المعاقين؟ اولا كونك من ضمن العاقين ده لا يقلل من شانك، ليك كل احترامي يا استاذ حسني، وربنا يقف معاك ويقويك. لكن انا بقول ان حكايه يلبس شماس ولا غيره دي مش، بالعكس، اكتر الكذابين بيكونوا من، انا اسف يعني، بيكونوا من الشمامسه. انا اسف مش كلهم، بس انا اكتشفت كذابين كتير من الشمامسه للاسف يعني، مش كل الشمامسه يعني. لا انا لسه شفت كاريكاتير كده معمول عن واحد كاتب مسلم بيقول لك ايه، رحت الجامع عشان اشتكي للي ظلموني، لقيت اللي ظلموني واقفين في اول صف. ما يخدعكش الناس اللي بتروح كنيسة تصلي، ما قال لك ايه، كثيرون كانوا يقولون يا رب يا رب، ولكن الله يقول لهم لا اعرفكم لا اعرفكم، لانكم شعب يخاطبني بفمه اما قلبه فمبتعد عني. ربنا هيقول للناس دي اللي بتروح تصلي كتير وتظلم الخلق انا ما اعرفكمش، ولا هيشفع لكم وقوفكم تصلوا، ولا هيشفع لكم انكم شمامسه طالما قلبكم اسود، طالما قلبكم اسود وزارعي فتن وخصومه. حقك هيرجع لك يا استاذ حسني، يا استاذ حسني عبده، لاني ثق ان الله ضابط الكل، كاشف وفاحص القلوب والكلى، هيجيب لك حقك، ما تزعلش، وربنا يرفع مظلمتك ان شاء الله. استاذه مريم لبيب بتقول لي منتظرين حضرتك، بحب الكلام عن موقف الكنيسه تجاه ابنائها في حاله اعتبارهم فعلا ابنائها، والقضاء المسيس لاذلال الاقباط مصر عموما، واسكات صوت النشطاء الحقوقيين مثل رامي كامل بسجنهم، والفضيحه الكبرى للقاضي سيده الكرم التي عرضت القضاء بأكمله في مصر. متفق معاك يا أستاذ مريم في كل كلمة حضرتك قلتيها، شكرا لك ولمداخلتك. أستاذة سالي بتقول لي احنا، أنا ما عنديش أسئلة بصراحة، لأن احنا منفوخين والصراحة وعايزين حل يعني. منقطين، احنا منقطين الصراحة وعايزين حل. ربنا هيجيب حل إن شاء الله بإذن ربنا. أستاذ رفعت زكا أو رأفت زكا بيقول لي والبرشة ملوي المنيا، قال لي بينطبق على البرشة، بينطبق على الكرم، بينطبق على بني سويف، كلها قضايا مظالم بتستند على حكم وفساد شرطة وفساد أجهزة. الأستاذ يوسف دانيال بيقول لي
بس أرجوك تكون الحلقة مختصرة وما تزيدش عن 45 دقيقة. صدقني أنا بحاول، صدقني أنا بحاول، أنا نفسي أعمل حلقات زي ما كنت بعملها في القطر كده 15 دقيقة، لكن عشان أنا انشغالي فترات طويلة ما بقدرش. غير كده كمان بتيجي الأسئلة بتاعتكم بتضيف وقت أكتر. بس أنا بعمل حاجة، يعني الحلقة بعد ما بتنزل كاملة حتى لو كانت ساعة أو ساعة ونص أو ما يزيد عن هذا، في ناس ما بتقدرش تحضرها بالكامل، أنا بقطعها على أجزاء، على أجزاء صغيرة 15 دقيقة 12 دقيقة، وبنزلها بحيث الناس تقدر تتابعها على فقرات بعنوان لكل فقرة، فاللي ما يقدرش يتابع الحلقة كاملة هيتابعها على أجزاء على اليوتيوب. غير كده بالإضافة إن أنا على اليوتيوب كمان بنزل الفيديوهات الدليل القاطع للي أنا بقوله. شكرا يا أستاذ يوسف. الأستاذ هاني إبراهيم بيقول لي في حال إذا تدخلت السعودية والإمارات باستثمارات في أوروبا علنية عليا سبيل الرشوة ورفع العقوبات عن مصر، هل أوروبا هتتمسك بالعقوبات؟ آه أنا قلتها في الحلقة. هترشيهم، هترشيهم إزاي؟ هتديهم معونات؟ أنت ما تقدرش تديهم معونات. الرشوة هتيجي إزاي؟ إنك أنت تاخد أسلحة منهم أو تشتري أراضي. طب ما دي شيء قصاد شيء، انت بتشتري شيء قصاد شيء، ملف حقوق الانسان حاجه تانية خالص. وعلى فكره ما تفرقش معاهم لسبب بسيط، انت اللي محتاج لهم، انت اللي عندك قمح ولا بتزرع ولا عندك تصنيع ولا عندك حاجه ولا عندك تكتيك ولا عندك خطه ولا عندك اي حاجه، انت محتاج لهم لانك انت اساسا ضايع، انت اساسا ضايع. نيجي بقى لمايكل، استاذ مايكل عجيب بيقول لي مساء الخير يا دكتور، مساء النور استاذه دكتوره اريز، بتمسي عليا مساء الفل. الاستاذ اديب ملاك برضو مساء الخير مساء النور. الاستاذ استيفان ميلاد دانيال بيقول لي كلامك صح يا دكتور، اشكرك يا استاذ استيفان. استاذ جيهان تانيوس بتقول الحمد لله على السلامه دكتور وجيه، كل سنه وحضرتك طيب وحضراتكم طيبين، وربنا يا رب يجعل السنه الجديده سنه سعيده عليكم جميعا. الاستاذه انا ماريا بتقول لي كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور وسنه سعيده ليك والاسره، اشكرك تعيشي. برضو استاذ مايكل استاذ مايكل والاستاذ وسام بيقول لي كل سنه وانتم طيب، اشكركم وانتم طيبين. استاذ وسام فوزي، استاذ مايكل عجيب، استاذه الدكتوره مادلين اسكندر بتقولي منور دكتور وجيه وكل ظهور وحدك طيب وتعيش وتنور الشعب، الله يخليكي دكتوره مادلين. دكتوره مادلين مره ثانيه بتقولي دايما متناقضين في كلامهم ومبدا التقيه على حسب الظروف المطلوبه، للاسف نفسي يبقى في وضوح وبلاش عشان ما عدناش ناكل من الاونطه دي، ما عدناش ناكل من الاونطه دي. استاذ هاني جورج بيقول لي كل عام وحضرتك بخير وانا سعيد بوجودك وفيديوهاتك معانا، الله يخليك يا استاذ هاني جورج. استاذ جيهان تانيوس بتقول لي وحضرتك ما عندكش فكره ان الكنائس دلوقتي بتتقفل بامر البطرك، للاسف للاسف، ويعملوا مؤتمرات في كل حته ويعملوا برفانات في كل حته لكن الكنائس تتقفل. معلش هنصلي في بيتنا، لان بولس الرسول قال لك والكنيسه التي في بيتك، كل واحد فينا عنده كنيسه في بيته يصلي مع اولاده، يطلعوا قداسات يتفرجوا عليها، يطلعوا ترانيم يسمعوها، احنا عندنا كنيسه في كل بيت تمام لغايه ما ربنا يزيح الغمه والمتسببين عن الغمه. الأستاذة سالي سمعان الطويل من أمريكا بتقول لي خلي بالك بتوع مصر بيستدرجوكم بإغراءات 7 نجوم وأرض رخيصة وهيقتلوكم زي ما عملوا في ريجيني، دول مالهمش أمان. عادي جدا يا جماعة، وصية ليكم يا جماعة، وصية ليكم، إذا تم قتلي أو اغتيالي أنا ابن خالي الشهيد مين عبود شاروبيم، تعملوا بصفحات باسمي الشهيد وجيه رؤوف، ولو قدرتوا كرما عشان برضو الاسم يذكر تعملوا كنيسه باسمي او مسبح باسمي وتصلوا فيها عشان ربنا يفتكرني برحمته ويبقى الشهيد وجيه رؤوف. ده لو حصل تمام، يبقى يا جماعه وصيه ليكم لو تم اغتيالي او قتلي الشهيد وجيه رؤوف وكنيسه باسمي ومسبح باسمي في الداخل والخارج اكون ممنون ليكم، مش عشان حاجه، عشان ربنا يرحمني، وكل ما تترفع صلاه على المسبح او الكنيسه باسمي ربنا يغفر لي خطاياي لان انا انسان خاطئ. شكرا لكم، واعتبر دي يعني وعد ليكم انكم انتوا تنفذوا لي الطلب ده. شكرا لكم. استاذه سالي سمعان بتقول لي بخصوص الاستثمارات تضمن منين ما يطلعوكش ما يطلعلكمش شويه غوغاء او غاد مستقوين بالحكومه يحرق لك مشاريعك ويسرها الاول ويهجرك ويعمل لك جلسه صلح عرفيه ويقول لك عوضك على الله في شقاك، في شقاك. عندك حق، أنا ليا قريب مش هقول اسمه كان عامل مصنع، عمل أول مصنع في مصر للكراسي البلاستيك والشيزلونجات البلاستيك والترابيزات البلاستيك اللي بتتحط على ال 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 بتتحط على الشواطئ وفي المطاعم والحاجات دي،
وكان عامل صفحة كاملة في الأهرام إعلان، يعني ساعتها أنا صفحة كامل إعلان عن المصنع ده، وفعلا نجح المصنع ده. كان المصنع ده في العاشر من رمضان، وهو بالمناسبة دكتور وأخوه دكتور، يعني كان دكاترة بس عاملين المصنع ده، ونجحوا ونجحوا نجاح رهيب. في يوم وليلة المصنع بتاعهم في العاشر من رمضان اتحرق، المصنع بتاعهم اتحرق، وسافروا أمريكا هما الاتنين، وهو واخدوا مامتهم وباباهم معاهم أمريكا، وعايشين دلوقتي في أمريكا. يعني أنا عارف إن هما يعني يقدروا يعملوا الكلام ده، يقدروا يعملوا الكلام ده. على فكرة أنا يمكن أنت فكرتيني بحاجة، إن إحنا في هيئة أقباط أوروبا عملنا بيان إدانة للقضاء في مصر بخصوص سيدة الكرم. البيان ده عملناه بالإنجليش وعملناه بالعربي، عملناه بالإنجليش وعملناه بالعربي، بيان من الجهة بتاعتنا قلنا فيه بيان إدانة للقضاء في مصر بخصوص سيدة الكرم. تعلن هيئة أقباط أوروبا عن غضبها الشديد لما يتعرض له الأقباط في مصر من انتهاكات حقوقية وأحكام ظالمة وممنهجة من قبل القضاء المسيس والسلطة التنفيذية بعد قيامنا بثورتين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. وهذا الحكم الأخير الذي صدر ضد السيدة سعاد ثابت والمعروفة إعلاميا بسيدة الكرم ببراءة جميع المجرمين بادعاء شيوع الاتهام، يثبت بما لا يدع مجالا للشك تواطؤ الإدارة السياسية في مصر مع السلطة القضائية لإذلال وإقماع الأقباط والبسطاء من الشعب المصري. ولذا لن نقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث لأهلنا في مصر مسيحيين ومسلمين، ولنا الحق في اللجوء إلى كافة المنتديات الدولية للمطالبة بضرورة فتح باب التحقيقات فيما يتم من انتهاكات عنصرية وظالمة بحقوق المصريين، ونحن نحذر الحكومة المصرية من التمادي في ممارسة الدكتاتورية على الشعب، الأمر الذي سوف يجلب مزيد من الخراب على الجميع ويؤدي إلى انهيار الدولة. ونذكر النظام إن هذا كله مخالفة للقانون المصري ولكافة الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر. هيئة أقباط أوروبا، البيان ده اتكتب باللغة العربية وباللغة الأجنبية وباللغة الفرنسية على فكرة، يعني أكتر من لغة. نكمل. الأستاذ حسني عبده أخنوخ بيقول لي يا ريت تتكلم على مشكلتي مع أشرف نبيه الشماس صاحب شركة ألاسكا اللي بيلبس الشماس في كنيسة مرقس مصر الجديدة وزور العقود الخاصة بي، وأنا متعين ضمن المعاقين. أنا اتكلمت على الموضوع ده قبل كده لو تابعت التعليقات. الأستاذ ممدوح ميخائيل بيقول لي ميري كريسماس، ميري كريسماس ليك برضه أستاذ ممدوح. الأستاذ أيمن يوسف بيقول لي دي حاجة بسيطة من اللي بيعمله القضاء المصري، أيام اتكلمنا وطلع اللي بيهددني قال لك هنقدم عليه شكوى، هنقدم لوجيه شكوى انه بيقول القضاء فاسد في مصر. لا يا اخوي، خد خد يا اخوي، القضاء فاسد فاسد فاسد. تحب يالا ابعتها لك مختومه يالا بصوابع العشره؟ ابعتها لك عشان اثبت لك ان احنا ما بنتهزش. انا بقول الكلام ده استاذ ايمن للضباع اللي بيقول لي هنشتكيك، يعني براحتكم، يعني اعمل اللي انتوا عايزينه. استاذ هاني يعني بيقول لي مساء الخير يا دكتور، حان الوقت لعمل كيان قبطي سياسي عالمي لأخذ الحقوق المهضومة في الاضطهاد الواقع على الأقباط في بلادنا وتدويل هذه القضية التي حارب عليها منذ المؤتمر القبطي عام 1911 في أسيوط، حتى ننزع البساط من تحت أقدام الكنيسة في الوصاية السياسية على الأقباط، ونبدأ نحن المسيحيين بفصل الدين عن الدولة، لأن الدولة أعطت المسؤولية السياسية لبابا الكنيسة كي تتحكم فيهم كما يشاءون بضغطهم على باب الكنيسة. أستاذ حمدي يعني في حاجات زي كده في ناس بتنسق لها، يعني خليك معانا بس انت وتابع. الأستاذ جيهان تانيوس بتقول لي يعني خدعوه، ايوه بالظبط خدعوه. الأستاذ أيمن يوسف بيقول لي ما فيش حاجة اسمها أديان، الطريق إلى الله واحد، أنا هو الطريق والحق، من آمن بي ولو مات فسيحيا أمين. اتفق معك تماما أستاذ أيمن، تحياتي. دكتورة مادلين بتقول لي الوزير أسامة هيكل هو اللي كان السبب في مذبحة مزبيرو وليس أنس الفقي، هذا على ما أعتقد ورأيي متواضع. لا لا لا، ممكن أنا ما مش أعتقد، لا أعتقد أنس الفقي، أعتقد أنس الفقي. عموما اكتبوا شيء يعني سيرش في جوجل هتعرفوا كل حاجة. شكرا دكتورة مادلين. أستاذ أيمن يوسف بيقول لي ما هو الطريق، ما هي الطرق المتبعة لفرض حقوق الإنسان في مصر، وما هي الجهود المبذولة لفعل ذلك؟ ولا حاجة. الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي هيقول لهم في حقوق إنسان، في معونات،
ما فيش حقوق انسان، ما فيش معونات. وانت لما يكون في حقوق الانسان للمسيح والمسلم واليهودي والبهائي كله هيبقى زي الفل وقشطه وزي الفل. بس كده دي الخلاصه. دكتوره مادلين، اسامه هو ما تم تكريمه في الكاتدرائيه المقدسيه. ماشي. لما الاستاذه الدكتوره مادلين بتقول لي لما البرلمان الاوروبي اصدر بيان العقوبات على مصر، طلعت ناس تعلق كحلاوه روح انهم يرفضون التدخل في الشؤون الداخليه. يعني حلاوه روح ده مش حاجة اسمها تدخل في شؤون خارجية. انت كمواطن عامل عقد مع مستأجر، المستأجر فسخ العقد، ليك انك انت تشتكيه، او اخل ببنود العقد، ليك انك انت تشتكيه. مصر موقعة على مواثيق حقوق الانسان العالمية انها تطبقها، خالفت مواثيق الانسان العالمية يبقى عليها توقيع عقوبات. دي تساوي دي ما فيهاش لعب، ولا في احمد جاموسه ولا احمد بصله ولا عمرو اديب ولا غيره، دي ما فيهاش في ده ما فيش ده. خلصت. لما انت عايز تاكل اونطه وتاكل حق الغلابه وتضطهد الناس ما ياكلش. الاستاذه كريستين توفيق والفايز بتقول لي كل سنه حضرتك طيب دكتور وجيه وربنا يوفقك. الله يخليك يا استاذه كريستين. الدكتوره مادلين اسكندر بتقول ربنا يحافظ عليك يا دكتور وجيه من خفافيش الظلام، وعمرك في اردب في ارداب بسمسم. عمرك في ارداب بسمسم، يعني ربنا يطول عمرك. العمر واحد والرب واحد. لسه واحد مكلمني بيقول لي يحسن يحصل لك. يحسن يحصل لي ايه يا عم؟ هو انا ضامن اعيش؟ هو انا ضامن اعدي من وباء كورونا؟ هو انا ضامن اعدي في الشارع ما تخبطنيش عربية؟ هو انا ضامن اني انا بدون اي امراض ما موتش انا قاعد ساكت؟ ده نفس طالع داخل. ف كلنا في قطر يا جماعة، قطر الحياة. اسمعوا غنوة قطر الحياة اللي غناها المغني الله يرحمه محمد رشدي، قطر الحياة او قطر العمر. غنى اغنيتين قبل وفاته عن قطر الحياة والعمر وهو بيودع الحياة. هتحسوا ان الدنيا فانية، الدنيا فانية وايام وكدبة كبيرة قوي قوي قوي. يا بخت من يعدي الدنيا دي يعديها بالصالح، ويا بخت من يتستر. انا مش معنى كده ان انا ملاك يعني، لا 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 لا، انا ليا اخطاء وليا ذنوب وليا تعصبات، ويمكن اكون ظلمت حد في يوم من الايام، ويمكن اكون يعني عملت حاجه ربنا ما رديش. ممكن جدا. ليست حياه انسان خاليه حتى لو حياته يوم واحد على الارض. فاحنا بنطلب ان ربنا، ان الله يخليك يا دكتوره مادلين بتقول لي الف سلامه لحضرتك، الله يخليك. بنطلب ان احنا بس نقابل ربنا، نشيل يعني نشيل، نقول يا رب نتمنى نتبرر قدامك، نتمنى يا رب نكون ما أخطأناش في حق حد، نتمنى يا رب نكون زي ما قلت على داود النبي، فتشت قلب داود فوجدته سؤل قلبي. نتمنى يا رب ما نكونش أثرنا في حق الإيمان، نتمنى يا رب ما نكونش أثرنا في حق مظلوم مسلم كان أو مسيحي. ونتمنى يا رب لو زعلنا حد يسامحنا. شكرا لكم احبائي، قضيت معاكم وقت جميل اكتر ساعتين وتلت، بس اعذروني يعني، بس استمتعت بيكم. بشكر كل واحد قاعد معايا لغايه الوقت ده، لغايه نهايه الحلقه وهو متابع. شكرا لكم وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما مصر بخير، ويا رب دايما مصر في سلام، ويا رب دايما مصر في حضارة، ويا رب دايما مصر في زهو وانتصار، ويا رب دايما مصر في كرامة، ويا رب دايما مصر أفضل دولة تطبق مواثيق حقوق الإنسان العالمية. شكرا لكم أحبائي، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحافظ عليكم، ربنا يديكم الصحة وطولة العمر، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قناة الصوت الصارخ. أبعث لكم قبلاتي وتحياتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.